اهلا بكم. هذا حوار مهم جدا ويوم جميل للغايه. في معلومات كثيره النهارده تسمعوها، وبيتميز النهارده اليوم بالحداثه، بالموست ريسنت، بالاكثر حداثه. في حاجتين عايز ابدا بيهم مهمين قوي. تعرفوا ان الستات عمودهم الفقري اقوى من الرجاله؟ ده في دراسه مهمه جدا اتعملت يا سيدي فين اتعملت في امريكا، اتعملت وفي بريطانيا كمان، ونشرتها الديلي ميل البريطانيه. قالت ان الستات عمودهم الفقري أقوى وأكثر انحناء نسبيا من الرجال. ده العامل المساعد اللي بيخلي الست الحامل تقدر تقوم بحركات وتقدر تتحرك بسهولة وتقدر تتمكن رغم الحمل من أنها تحافظ على حركتها، ما يكونش فيها مثلا يعني سقوط بشكل مفاجئ أو أنها ما تقدرش تتحمل، وتقدر تشيل حجم بيبي مهما كان أو اتنين لمدة 9 شهور. لكن حاجة تانية كمان مهمة جدا، قالوا إن الميزة دي بتروح لو ست شربت سجاير. الميزة دي، وطبعا الراجل لو شرب سجاير نفس الكلام، النيكوتين والسجاير بيضروا جدا العمود الفقري. قالوا إن النيكوتين الموجود في دخان السيجارة بيتسبب في مشاكل كبيرة جدا، خاصة بالوصول الدموي للحبل الشوكي والقناة الشوكية. ممكن مع الوقت يؤدي إلى إنها ترسب فيها كالسيوم، يحصل فيها التهابات، في الآخر تضيق. يعني ضيق القناة العصبية عند المدخنين وارد جدا. المدخن عرضة لضيق القناة العصبية أكتر من غيره، وأساسا الوطن العربي ضيق القناة العصبية فيه كتير قوي. فضيق القناة العصبية خلي بالكم عوامله كتيرة. أنت كراجل ضهرك مش قوي، أنت كراجل لو بتدخن سلم لي على القناة العصبية. لو أنت كراجل بقى شرق أوسطي أو عربي أساسا جيناتك فيها ضيق في القناة العصبية. ثلاث حاجات، وشيل غلط بقى والقعدة الغلط ومش عارف ايه، كل ده حطه. النهاردة هنفهم the most recent احدث الاشياء في عالم جراحة المخ والاعصاب. النهاردة يوم مهم جدا، وطبعا مع اسم كبير، عالم قدير، جراح من الطراز الاول، واسم على المستوى العربي بنفخر بيه جدا، وما شاء الله وصل الى انه يكون له صدى كبير وصدى مميز جدا كمان على المستوى الاوروبي والعالمي. أستاذنا والقيمة العلمية الكبيرة الجراح الكبير أستاذ الدكتور يسري الحميلي. الانتشار الإصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكلة. كان في الأول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي إلا بعد 35-40 سنة. الألم اللي عندي ده ألم بتاع غضروف ولا ألم حاجة تانية؟ في علامات مميزة لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ. الفرق بين الجراحة الميكروسكوبية والجراحة المناظير، الاثنين تولز ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيوروسباين. ضيفنا العزيز الاستاذ دكتور يوسف الحميدي، منورنا يا فندم. الله يحفظك. هذه زياره جميله. الله يحفظك. عجبك الكلام اللي انا قلته؟ هو الدراسه طبعا اهم نقطه فيها هي الست اقوى. ليه الست اقوى؟ لان العمود الفقري عندها اكثر مرونه من الرجل. عامل المرونه الكبير جدا ده هو اللي بيديها مساحه اكبر من الحركه، وبيديها مساحه اكبر من التحمل، وبيديها مساحة أكبر وأكثر من إنها تعمل مجهود وما يعملش مضاعفات لو هي عندها
لياقة بدنية جيدة. عالم المخ والأعصاب فيه تكنولوجيا تقدمت جدا، دخلت يعني التكنولوجيا ما شاء الله، وراها طبعا عمالقة كبار، شركات عملاقة بتدعم هذه التكنولوجيا، لأن هي لقت أنه أولا هي بتفيد البشرية، ثانيا هي تجارة جبارة مربحة بالمليارات، وخصوصا أن الشركات نجحت في توفير أشياء رائعة جدا. المناظير تحديدا تقدمت جدا بتكنولوجية العصر الحالي أو بتكنولوجية القرن 21، صح؟ ده حقيقة طبعا. وده احنا طبعا بنلمسه في شغلنا، هي الموضوع الحقيقة مش تجارة أكثر منه استفادة من العلم. بمعنى آخر، هذه الشركات لا ننسى الفضل الأكبر اللي حققته لنا، لأن مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري من أصعب المجالات الجراحية على الإطلاق. يعني أصعب عملية ممكن تعملها هي العملية اللي هتتعمل في المخ أو في العمود الفقري. وده ليه؟ لأن الجهاز العصبي المركزي سواء كان المخ أو الحبل الشوكي العصبي، الخلايا التي تفقد فيه لا تعوض. وبالتالي دايما عندنا نقطتين مهمين جدا بنقول للمريض: ما تستخسرش في نفسك انك تعمل عمليتك باحدث التقنيات وباحدث الوسائل العلميه، لان كل ما هنستخدم تكنولوجي اكتر دي بتنصب على ان احنا نحافظ على الانسجه الطبيعيه بتاعتك اكتر. لما نفقد خليه مش زي لما نفقد مليون خليه. الحاجه الثانيه، ما تتاخروش يا جماعه، لان كل الجراحات الحديثه فكرتها منصبه على ان المريض ما يتأخرش، ما يقعدش لحد ما تجيلك مضاعفات. ما هو خد بالك من حاجة، في مرضى كتير بيبقى عنده انزلاق غضروفي، وهو الانزلاق الغضروفي ده له مسار طبيعي بيمشي فيه. في أغلب الحالات اللي احنا بنبقى قايلين ان في عملية، بنبقى عارفين ان ده لازم هيحصل انه يجي يوم يعمل عملية. ده الغضروف اهو، لما نبص على الفيديو، بص المرونة الجميلة دي، المرونة العالية بقى. كأننا حاطين بقى يعني ايه رمان بلي. بالظبط. ودي المرونة كمان اللي في المفاصل، اللي هي يجب ان نحافظ عليها بالرياضة، اللياقة البدنية الجيدة، وعدم الممارسات الخطأ سواء كانت الجلوس او التدخين او 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 هنا بقى لما بيحصل تضخم في الغضروف نتيجة المجهود الزائد، ده الجهاز العصبي اللي بنتكلم عنه اللي هو شديد الحساسية. بالتالي دايما كابل الرئيسي، الجراحات الحديثة كلها بتنصب على انها تحافظ على الانسجة الطبيعية. وبالتالي كانوا زمان يقولك ايه هنعمل للعيان، وفي اساليب كتيرة من متاعة النهاردة. ده الغضروف لما بينزلق بيخرج من مكانه، دخل كده زي الفتق، ده مالوش علاج، هيجي يوم ولازم يعمل عملية. كل ما عمل العملية بدري كل ما كان افيد، لان احنا مش زي الجراحات العادية هندخل نشيل عظم ونعمل ده المنظار دخل ازاي. شوف المنظار دخل ازاي. اول حاجه فكرنا فيها ان احنا بنحمي العصب بالاله بتاعتنا اللي بتعمل عمليه، يعني حطينا تحمي العصب، وبندخل نسحب الغضروف من تحت العصب بدون ان نؤثر على الانسجه الطبيعيه. تالي المريض ده مش هنستنى عليه بقى لما يحصل له سقوط في القدم ونقول يلا نعمل العمليه، ما هي خربت. يعني هو فكره الجراح اللي بيقعد يستنى على العيان لحد اخر لحظه، ده هو جراح عارف قدراته كويس جدا، وعارف ان العيان هيطلع من تحت ايده عنده شلل، فيقول لما يبقى داخل بالشلل احسن ما انا اجيبه له. دي الفكره القديمه والفكره اللي عند الجراحات التقليديه، احنا ما بنفكرش بهذا ابدا. جراحاتنا كلها بتنصب على ان انا احمي عياني من المضاعفات، امنع حدوث المضاعفات، ارجع العيان بتاعي بسرعه يشتغل ويتحرك، محرمهوش من اي حاجه كان بيعمل. المريض اللي كان رياضي هيرجع يبقى رياضي، بس كل حاجه بالعقل. مش يعني هنعمل الرياضه بالتدريج بعد العمليه، يعني لو انا اقدر اعمل التدريج ده في اسبوع هقول لك اتفضل كمريض اعمل كل الرياضات اللي انت عايزها في اسبوع. انا يهمني ناحيه التدريج عشان اعمل بنايه للعضلات اللي كانت توقفت عن العمل، اصلح اللياقه البدنيه بالتدريج، لان لو هنصلحها مره واحده هنبوظ حاجات تانية. وبالتالي الجراحات الحديثه كلها هي تكنولوجيا بتفيد المريض، بنتكلف كتير جدا. لان انا النهارده سافرت من سنتين جبت مناظير، الصيف اللي فات اضطريت ان انا اجيب مناظير تانية لان نزل جيل جديد زي الموبايلات كده. ما انتوا كلكم عارفين الموبايل ايفون نزل السنه دي، بعد 6 شهور بينزل واحد تاني. احنا كمان في الجراحة، يعني جراح المخ والأعصاب جراح شيك قوي، يعني انا ما بحبش ابدا استخدم الحاجة كتير. الحاجة استخداماتها في العمليات الجراحية
لابد ان انا اجيب جديد على طول واستحدث حاجات حديثه، ما اقعدش استخدم الاله اكتر من في حاجات كتير جدا بنستخدمها ديسبوزابل. يعني ايه؟ تستخدم بتيجي معقمه من بره بالكيس بتاعها، استخدمها العيان واحد، ده في الالات الجراحيه مش في الحاجات اللي بتركب. وبالتالي بقى عندنا يعني استحداث لحاجات كتير جدا كلها في خدمه المريض. هروح لمنطقه مهمه، المناظير عندما نسمع حوار عنها نعتقد انه ما فيش جراحه تقليديه موجوده دلوقتي خالص، ده الاعتقاد الاولاني. لما نفتح او لما نقرب شويه بالمنظار والمنظار الاعلامي يعني او منظار الفهم شويه، نلاقي انه في الكلام هناك حالات ربما المنظار هيبقى مش مناسب ويبقى فيه جراحه تقليديه هي اللي هتتعمل تراديشنال، واللي يتقن المنظار هيتقن الجراحه التقليديه. انا عايز حضرتك احط لنا بقى دلوقتي الخط الفاصل كده ما بين الحالات اللي ينفعها جراحه تقليديه واللي مش ينفعها منظار، والعكس الحاجات اللي هينفعها منظار وما ينفعهاش جراحه تقليديه، عشان زي ما بيقولوا ايه نفض الخناقه بين الفريقين اذا كان في خناقه. هو ليس هناك اي خناقه، ولكن المبدا بتاع فرق تسد. ايوه مفيش حاجه اسمها دي ينفع لها ودي ما ينفع لهاش. يا جماعه الجراح الشيك الحديث اللي بيخاف على مريضه اللي عنده امانه علميه وعنده دقه بيقدر يستخدم المنظار، يقدر يستخدم الميكروسكوب، يقدر يستخدم الليزر، يقدر يستخدم كل تقنيات الجراحه اثناء اجراء العمليه. انا دايما بقول العمليه دي لوحه جميله جدا، انا هرسمها بلون واحد اطلاقا، ده انا ساعات اخلط لون على لون ولونين على لون، وساعات ادي لون خفيف وادي لون، هو كده. الابداع لا يتوقف على الاله او التقنيات، الابداع ده بيجي من العبقريه الجراح نفسه. انت وانت بتعمل العمليه بتاعتك لك الحريه في ان تستخدم ما شئت، ولكن هات لي وطلع لي احسن النتائج. ليست تحيزا للجراحات محدوده التدخل ولا الجراحه الملاحيه ولا المناظير ولا الميكروسكوب، ولكن ربنا اداك نور زياده تستخدمه ولا تقعد في الضلمه. بالتالي الجراح قبل ما يبقى جراح ويمسك المنظار بايده لابد ان يكون جراح ماهر من الطراز الاول، لان العمليه بالمنظار اصعب على الجراح بكثير جدا من الجراحه العاديه. لكن لصالح المريض، لكن لمصلحة المريض، وهي أكثر دقة وبتاخد مجهود وعايزة تدريب عالي جدا وأكثر تكلفة، وأكثر تكلفة بمراحل. إذن نحفظ كده كلنا، محدودة التدخل معناها محدودة التأثير السلبي على الأنسجة، محدودة التخبيط والتكسير والإضرار بالأنسجة المحيطة حول الهدف اللي انت داخله، مش محدودة النتائج، بالعكس ده هي واسعة النتائج دي طبعا. مهمة جدا طبعا. طيب هي جراحة في النهاية، أنا هسأل حضرتك بقى سؤال بتاع بطنة، يعني سؤالنا احنا البطنة، يعني هي جراحة، وأي جراحة احنا تعلمنا في الطب في البطنة بالذات كمان إن أي جراحة ليها مضاعفات. هل الجراحات محدودة التدخل كما هي مينيمال انفيزيف هتبقى مينيمال كومبليكيشن؟ هي صممت لكي تحد من المضاعفات، والحاجة تانية أهم هدفين ليها انها ترجع المريض طبيعي باسرع ما يكون. استفادت اورام المخ جدا بالجراحه الملاحيه طبعا، من اكثر الجراحات كانت اورام المخ، كان في الافلام زمان وحتى في الواقع يقول لك ورم في المخ يا نهار اسود ده موضوع كبير وبتاع، دلوقتي اورام المخ وفي بينا كونكشن، يعني انا بشرف جدا ان انا اشرفت على حالات باطنيه انت قمت بالجراحه الملاحيه للغده النخاميه فيها، كانت اللي عندها مشاكل في الغدد طبعا، فبيبقى الكونكشن ما بين الغدد وما بين الجراحه في الحاله دي، والما شاء الله الحالات بتبقى رائعه جدا. هي اكتر طبعا حاجه استفادت، لان الجمجمه ده بوكس مقفول عشان تدخل فيه، الخريطه الجغرافيه بتاعه المخ صعبه جدا. لما يبقى عندك وسيله بتدمج لك الخريطه الجغرافيه بتاعه المريض بتاعك على الأشعة على صورة المنظار والميكروسكوب، دي حاجة جميلة جدا، لأن احنا كمان كلنا خريطتنا الجغرافية بتختلف، التركيب التشريحي بتاع كل واحد فينا إلى حد ما مختلف عن الآخر في بعض التفاصيل الدقيقة. وانت لما بتبقى بتشيل ورم من الغدة النخامية وده مكان شديد الحساسية، عندك أعصاب العين، عندك الأوعية الدموية الرئيسية،
عندك أنسجة حيوية جدا، عندك الغدة النفس النخامية ذاتها وما فوق الغدة النخامية وما فوق المهاد، حاجات مهمة جدا. لما بتستخدم تقنيات الجراحة الملاحية مع المنظار انت داخل عارف انت داخل فين، هتشيل الورم. عندما تنتهي من شيل الورم هيبان لك ان انت شلت الورم بالكامل، وبالتالي ليس هناك اي مجال للخطأ، وبالتالي بتقدر ترجع المريض بعبقرية شديدة لما هو قريب من الطبيعي لربنا. في المنطقة الخطرة جدا للغضروف العنقي بيتخاف جدا من ان الغضروف العنقي في منطقة لا ترحم، منطقة الإصابة فيها او المنطقة الإصابة فيها الخاطئة تساوي شلل رباعي، هذا شيء لازم نحفظه. الغضروف العنقي خطير، فالجراحة الملاحية وجراحات محدودة التدخل قيمتها ايه في الغضروف العنقي؟ بص، من ألطف وأحلى العمليات اللي بحب أعملها عمليات الغضروف العنقي بكل أنواعها، حتى المريض اللي عنده شلل رباعي وجاي هنعمل له عملية غضروف عنقي أو تثبيت كسر في الفقرات العنقية، لأن وجود التقنيات دي معاك في أوضة العمليات بيخلي العملية اللي بتاخد 6 ساعات أنت هتخلصها في أقل من ساعة. الحاجة التانية والأهم أنك أنت هنا الحبل الشوكي الرئيسي، أنت شايف أنت فين وعارف بالتفصيل الممل كل معالمك. هنا الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، وده الغضروف ضاغط على الحبل الشوكي العصبي ضغط مباشر. لما هندخل بالطريقة محدودة التدخل احنا بندخل من فتحة صغيرة جدا جدا ما بتحتاجش تعمل فيها غرز بعد العملية، شكلها ما بيبانش بعد كده. والأهم من هذا كله انك لا بتنقل دم للمريض بقى، ولا بتقعد المريض ده تلبسه رقبة بعد العملية وتقول له ممنوع يتحرك، زي ما احنا عارضين وزي ما احنا شايفين كده الفتحات صغيرة جدا ما فيش فيها غرز، وبالتالي المريض ده ما تشلوش عضم من العظم الطبيعي بتاعه، شلنا المشكلة اللي كانت الغضروف اللي كان عامل المشكلة، حطينا دعامة تمسك الفقرات وترجع المسافة ما بين الفقرات للوضع الطبيعي، المريض ده هيطلع يتحرك عادي خالص. أصلي يا دكتور؟ أصلي. أوطي ألف رقبتي؟ ألف رقبتي. طب أنا مش محتاج ألبس رقبة؟ ما انتش محتاج تلبس رقبة. والأجمل من ذلك إنك أنت كمان لو جاي في وقت مبكر أنت لن تحتاج إلى أي علاج تاني بعد العملية، هتقدر تمارس كل أنشطتك وترجع للياقتك البدنية. في 3 عوالم اشتركوا مع بعض أو تدخلوا بشكل رائع جدا. العالم الأول عالم المناظير بدقتها والتكنولوجيا والإضاءة، والمناظير فيها تفاصيل كتيرة خاصة بالعدسات، خاصة بالمرونة، بالحجم، زي إن أنا هدخل لغاية فين. المناظير جنبها بقى عالم آخر وعالم الجراحة الملاحية بأشعاعتها، بأجهزة الأشعة ودقتها والتقدم فيها. ثم العالم الثالث، العالم المهم، مهارة الجراح المصري والمهارة المتخصصة اللي هي في الآخر كل ده عبارة عن أدوات. إزاي 3 عوالم دول مع بعض مفيش حاجة فيهم تظلم التانية؟ للمهارة تظلم ويقول أنا مش محتاج الحاجات دي كلها ده لعب عيال، ولا الحاجات دي كلها هي اللي تبقى مسيطرة وأقول أنا مش مهم المهارة، ما الكلام ده بيقول بابا وماما؟ أنا بتكلم بقى إيه لغة السوق. الحقيقة مفيش حد ممكن يتكلم ويقول بابا وماما أحسن من الإنسان اللي ربنا عمله. مفيش حد هيستبدل أبدا الجراح الماهر الشاطر الذكي جدا اللي بيطوع كل هذه الأساليب لخدمة قضية واحدة هي قضيته في الأول وفي الآخر، لأن المريض ده أغلى حاجة عندنا، إن إحنا نحصل على نتيجة عالية الدقة، نحصل على وقت قصير، نحصل على مينيمال انفيزيف، احنا ما بنخليش العيان ده يتنقل له دم ويتعرض لمشاكل نقل الدم، ولا يروح الرعاية المركزة، ولا يلبس وسائل مساعدة زي الحزام والرقبة ولا الكلام ده كله. وبالتالي الجراح الشاطر شطرته بتنصب على تطويعه لهذه الأدوات والأساليب. ازاي يقدر يستخدم الأساليب دي كلها مجتمعة مع بعضها ويخلق يعمل منهم لوحة جميلة؟ ده كده احنا داخلين الأشعة بتصور جوه أوضة العمليات، وده بيبقى مع المناظير مع الميكروسكوب مع الجراحة الملاحية، بستخدم أكثر من وسيلة لأن عايز الدقة مضاعفة. مش دقة، مش بنشوف من زاوية واحدة، ما بنبصش من 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 من, من زاوية واحدة أو صورة واحدة، لا ده احنا بنبص ثلاثي ورباعي الأبعاد. وبالتالي ده هيخدمنا ان احنا هنحافظ على العصب بتاع المريض، هنحافظ على الفقرات بتاعة المريض،
هندخل نعمل تثبيت للفقرة، ما بقاش عندنا مشكلة أن المسمار يدخل جوه مجرى العصب أو يدخل جوه الحبل الشوكي، مفيش الكلام ده. أو أن المسمار يدخل وما يثبتش الفقرة، أو أن المسمار يدخل وما يعدلش التزحزح اللي موجود، الكلام ده غير وارد، لأني ما بعتمدش على المهارة فقط وما ببقاش مغرور. ودي أهم حاجة دايما، ربنا سبحانه وتعالى كل ما اداك وسائل هتساعدك انت بتستخدمها، لان انت لما يبقى معاك اضاءة واتنين ويبقى معاك غير الاضاءة، يبقى معاك خريطة ويبقى معاك قمر صناعي ويبقى معاك ومعاك ومعاك ومعاك، انت محتاج كل الوسائل دي والشطارة انك تقدر تدمجها وتطوعها في خدمة المريض. تعالوا نشوف الشارع هيسأل ويقول ايه. هل العلاجات الشعبية الخاطئة زي الحجامة أو تدخيل الخيوط أو إبر في العمود الفقري بتأثر عليه بشكل سلبي؟ بعد كده إيه مدى خطورتها؟ ده سؤال مهم وسؤال يدل على الثقافة، وسؤال يدل على إن إحنا نجحنا بشكل كبير إحنا نوصل حاجة للناس. هي قالت الأساليب الخاطئة بس عايز تفهم أكتر. أخطر حاجة في هذه الأساليب إنها بتنصب على إنها تشيل الألم فقط لغير، دون تصحيح الخطأ اللي عند المريض. ربنا جعل لنا دايما المرض يظهر له علامات، هذه العلامات بتقول لنا يا جماعة في حاجة خطأ، هذا الخطأ إن ما صححناهوش النهاردة هيجي بعد شهر، بعد سنة، بعد عشرة، هيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي لما مريض يبقى عنده انزلاق غضروفي وانا كل همي ان انا اشيل الالم بس، والمريض عمال يحصل له ضمور، عمال يحصل له تاكل في الاعصاب، تاكل في الحبل الشوكي، ضمور في العضلات، شلل لا قدر الله، يبقى انا ضريت المريض. انا عامل زي اللي عندي جرس انذار بيقول ان في حريقه وكل همي ان انا اجري اطفي الجرس، ما طفيش الحريقه. هو كده النهارده هذه الاساليب عيبها القاتل انها تنصب على العلاج الظاهري، مش حتى علاج تحفظي، ده علاج ظاهري. لمبة منورة حمراء بتقول في حريقة وجرس بيرن بيقول في حريقة، جري كل هم ان انا اطفي ده والحريقة عمالة تشغالة مشتعلة، يبقى دي خطيرة جدا. الحاجة التانية انها بتدي مبرر للتراخي والتكاسل عند المرضى والخوف الاكثر، بترعبه اكتر. الحاجة الاهم من ذلك، كم مريض احنا عملناه، واعتقد ان احنا جبنا في هذا البرنامج منذ سنوات مريض كان حد بعصاية عمل له عملية وعمل له شلل نصفي نتيجة استخدام العصاية باستخدام خطأ الغضروف ما كانش ينفع معاه ده، وعملنا له العملية وطلع وقال الكلام ده في البرنامج عشان يقول للناس يا جماعة ما تديش، ما هو بالعقل كده، هو واحد ليس لديه اي علم هيوازي حد خد دكتوراه من بره. ده انا بقول للمرضى لو احنا نملك وسيلة نتعلمها هتفيدك، لو نعرف ان السحر هيفيدك هنتعلمه عشانك. ما انت 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 امانة في ايدينا، وانت شغلتنا، وانت مش بس شغلتنا، متعتنا ان احنا نعالج وندي العلاج ونساعد الناس. دي بتبقى يعني اعتقد ان الطبيب اللي عنده الملكة دي او اللي عنده الشعور ده عمره ما هيبقى فاشل. الحقيقة دائما بتبهرنا ودائما بنسعد بهذا اللقاء الممتع جدا. ضيف العزيز القمة الجراحية المتميزة الأستاذ دكتور يوسف الحميلي، نورتنا دكتور يوسف. شكرا جدا دكتور. الحقيقة استمتعنا جدا مع الدكتور.